بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، سنناقش اليوم معا درس نظافة البدن، نظافة البدن، مادة الفقه والسلوك للصف الثاني الابتدائي. نظافة البدن، هناك أشياء نستخدمها في نظافة البدن، هناك أشياء نستخدمها في نظافة البدن. هذه الأشياء منها الأشياء التي أمامنا، وفي أشياء لا نستخدمها. كأس الركان، اختار شيء ننظف به البدن من الأشياء التي أمامنا يا ركان. أول شيء، أول شيء اختار واحد بس، يلا بسرعة. قصفت الأظافر. قصافة الأظافر، خلاص جزاك الله خير. محمد شهران، اختار واحد. أنا حمشي شفراني. أيوة، اختار واحد تلظف به بدنك. باين باين فايل، فين المناديل؟ الفايل هناك اهي. فايل منصور، منصور موجود؟ منصور موجود؟ نعم. دي بالقوسة. منصور موجود؟ ايه دي دباسة. لا دي مش دبا، دي قصافة أظافر يا حبيب. أنا مسمي نفسي أنا اختار على منصور. اتفضل منصور، اختار يا منصور. المشط. نعم مشط. المشط، احسنت يا منصور. عبد الاله، نعم استاذ، اختار شيء تنظف به البدن. الصابون. الصابون، اين الصابون؟ هناك تحت خالص. ده ده لا طيب على المويه. الاثنين دول، يلا خلاص. عيسى، نعم استاذ، اختار شيء تنظف به بدنك. الفرشة. جزاك الله خير. احمد، اختار شيء. الثوب. عبد الله، اختار شيء. الفوطة. الفوطة والمنشفة، هذه ممتاز. أسامة النهدي، نعم يا أستاذ، اختار. المسك. السواك. المسواك. طيب محمد صلاح، اختار شيء. الطيب أستاذ. هل بقي شيء يا محمد؟ هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ لا. ينفع نستخدم السيارة؟ لا. الحقيبة؟ لا. يبقى إذن هذه الأشياء التي تستخدم في نظافة البدن كما رأيناه. سؤالك يا محمد جاي، خليك معاي. طيب. الآن أغسل يدي قبل الأكل وبعده. هذا الولد يقول، ماذا يقول يا محمد؟ أهي بطني يؤلمني. آه يا بطني يؤلمني، ليه؟ لأن ما غسلت يدي وأكل ويدي متسخة. أحسنت، إذا أكلت يدي متسخة فإن بطني يؤلمني. أيوه، أو بيجي هو السؤال هنا بيقول لي فإن بطني أكتب يؤلمني كما قلت أنت يا محمد. يؤلمني بطني. تحبط هنا. أي خلاص هاي. تمام كده؟ لا في شخبطة على. خلاص أي شلناه خلاص. ماشي. خليك معانا يا سعد. أي إن شاء الله. خلاص يا محمد. يا سعد.
اعتني بنظافة فمي. تستخدم ايه في نظافة فمك يا سعد؟ معجون الأسنان. وإيه كمان؟ فرشة. الفرشاة. وماذا أيضا أمامك في الصورة؟ الفرشاة والمعجون. هل تعرف هذا الأصفر يا سعد؟ السواك. السواك. يبقى عندي الفرشاة والمعجون والسواك. وممكن نستخدم أيضا الخيط لتنظف ما بين الأسنان. يا عبد العزيز. نعم أستاذ. هذا الولد ينظف، يقص أظافره باستخدام ما هذا؟ ما هذه يا عبد العزيز؟ مقراضة. ايوه، اللي هي الخصافة او المقراضة، حتى ينظف أظافره ويقصها وينظف أنفه. وينظف أنفه بإيه؟ المنديل. المنديل. اصحى فهد، خليك معنا فهد. ما الذي سيجتمع تحت اظافرك اذا طالت يا فهد؟ يا فهد، لو طالت اظافرك مثل الولد الاول، ما الذي سيجتمع؟ خلاص انا بسال فهد، بسال فهد، ما الذي سيجتمع؟ ها؟ الجراثيم. ايوه شاطر يا فهد. الجراثيم تنمو مع الأوساخ التي تنمو تحت الأظافر، ثم تصل إلى فمك، ثم إلى بطنك، ثم تنتقل إليك الأمراض. بارك الله فيك يا فهد. سعد. خلاص سعد يجاوب. خالد. خالد القرعاوي. خلاص يا سعد. خالد. 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 يقول لي أحرص على الاغتسال كل يوم جمعة، أنظف شعري وأعتني به، هل هذا صح أم خطأ؟ صح. صح. هل نغتسل يوم الجمعة فقط أم نغتسل كلما شعرنا بأننا في حاجة إلى الاغتسال؟ كل الأيام. بكل الأيام. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ما الأدوات التي تنظف بها شعرك يا خالد؟ المشط. ماشي. ما شاء الله عليهم اليوم. طيب كفايه علشان الصوت اللي عندك يا اخي. كفايه. التزم ما شاء الله. سام الصانع. سام الصانع. سام. نعم استاذ. بماذا تنظف شعرك؟ بالمشط وماذا؟ بالمشط. بس. بس. والماء. ولا؟ والماء. الماء. وإيه كمان؟ المشط. وإيه كمان؟ لا تضع على شعرك سوى الماء فقط؟ شامبو. تذن عيسى. الشامبو. اللي البلسم. الكريم. كل دي أشياء تنظف بها شعره. استنى يا عبد الله، عندي أشياء كثيرة مرة. طيب احنا خلينا بس عشان كله شارك. كله شارك. أمير. استاذ انا عبد الله. نعم استاذ. انت شاركت يا عبد الله. لا انا استاذ. أمير. يا أمير. أضع علامة صح أمام التصرف الصحيح وخطأ أمام التصرف الخطأ. الصورة الأولى صح أم خطأ؟ خطأ. ليه؟ خطأ ليه؟ يده وضخة. جزاك الله خير. عبد المحسن.
المحسن. يا عبد المحسن. نعم يا أستاذ. السورة الثانية صحم خطأ. صح. ليه؟ خلاص. ينظف أسنانا. أيوة نظف أسنان. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا عبد المحسن. عبد الرحمن. أستاذ نعم. السورة الثالثة خطأ أم صح؟ خطأ. ليه؟ اقفل يا عبد المحسن. اقفل يا عبد المحسن. أيوة. أستاذ شوية علق عندك. لا أنا مش معلق عندي ولا حاجة، أنت اللي عندك المشكلة. أنت أول ما بتفتح يا عبد المحسن احس ان انا قاعد في مهرجان، بيجي لي صوت، ما اعرفش انت فاتح ايه عندك، تلفزيون ولا ايه؟ اقفل يا احمد يا زهران. تفضل يا اللي كان معايا عبد الرحمن. ايه خطا يا عبد الرحمن الصوره الثالثه؟ عشان ولا اسنان عادل. ايوه اسنانه سوست لانه ياكل مثلجات حلويات ولا ينظف اسنان، ولا ينظف اسنانه. فهد يا فهد. نعم استاذ. الصورة الرابعة الولد ماسك العصافة وبيقصها زفيره، صح ولا خطأ؟ صح ام خطأ؟ صح. بارك الله فيك. عبد الإله. يا مستاذ الولد هذا يستخدم المنديل، صح ام خطأ؟ صح. صح ولابس ملابس جميلة ومنظم نفسه، بارك الله فيه. يبقى هكذا نظافة البدن، وهناك أشياء غير نظيفة تكون خطأ. أضع كل كلمة مما يأتي في مكانها المناسب. ركان. نعم يا أستاذ. اقرأ لي الكلمات وحل رقم واحد، يعني حل السؤال رقم واحد. المناديل اليد أظافري. أنت قرأت الكلمة الثانية خطأ. لا قرأت الكلمة الثانية خطأ. اليدين. أيوة كده. أظافري. لا ليست أظافري. ما بأخذ بالشبع. أظافري. لازم أنا بقرأ يا ركان، أطبق ما قولناه في القواعد. يلا اللي بعدها. أظفار. أيوة. بالسلوك. بالسلوك. بالسواك. أيوة. لو أنت خليتها بالشبه هتخليها السلوك وهتخليها حاجات تانية كمان، لكن لازم أقرأ بالقواعد. بس سي كده، ما استعجل. يلا قولي يا ركان السؤال الأول. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيه عند كل صلاة؟ منديل لليدين ولا السواك؟ السواك. هذا قول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يوضح أهمية السواك. لولا أن الرسول يشق علينا لأمرنا باستخدام السواك عند كل صلاة، أهمية السواك في منع التسوس وفي نظافة الأسنان. حمد الشهراني. نعم. الله اختار بقى. حله. استخدم المنديل. المنديل. لنظافة أنف. المنديل. بارك الله فيك يا محمد. استخدمه. المنديل. منصور. نعم يا منصور. نعم. عاوزك تكون زعلان. لسه زعلان؟ لا. طيب انت حبيبي، بس انا عشان بحبك
ما احبك تكون ما تزعل حد منك ولا حد يزعل منك. ثاني مره او حتى حد اخطا لا ترد عليه بطل. تفضل يا منصور حل السؤال الثالث. غسلوا ايه؟ غسلوا ايه؟ اليد. ايوه اختار من فوق اليد ولا اقرا الكلمه؟ اليدين. اليدين. غسل اليدين قبل الاكل يجنبني التلوث باذن الله. السؤال الرابع عيسى. يا عيسى يا عيسى أحمد. نعم أستاذ. يا تفضل حل. إيش السؤال؟ وأنت منتش معنا ولا إيه؟ أحرس. أح 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 أحرس على عدم الطالي إيطاء. إيطاء لازم أطبق القواعد اللي إحنا تعلمناها. إطالتي. إطالتي. اختار بقى من فوق. في الياركات أحرص على عدم إطالة إيه يا عيسى؟ لإطالة عدم إطالة إيه؟ اختار من الأربعة اللي فوق الأربع كلمات. أنت كنت فين يا عيسى؟ يلا طب يلا مش المفروض تتابع معانا وتشوف الكلمات اللي زملائك بيحلوها وخلصوا ايه ولسه ما خلصوش ايه. بي طيب احمد. خلاص يا عيسى. احمد الزهراني. بذن الله يا احمد يا زهراني. لا استاذ. اجب. أجب يا بني. استاذ بذن الله. بس يا خلاص يا عيسى. قطع يا عيسى قطع. أظافري. ايوه أظفاري. أظفاري. لا ألف شيء ما هو موجود. أظفاري. أحرص على عدم إطالة أظفاري. لازم اللي قاعد ينتبه معانا عشان يشوف احنا فين وخلصنا وما خلصناش ايه. مش قاعد يلعب. اضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يأتي. اختار بالحالة. تفضل يا أسامة. نعم يا أستاذ. تفضل ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. إذا كان يوم الجمعة فإنني أغتسل وجهي. أغتسل. أيوة حاول تكرر. حاول تكرر. أتنظف. أتنظف وأغير ملابسي. تختار الإجابة اللي هي ولا أغير ملابسي فقط؟ أغير ملابسي. أغتسل. أغتسل وأتنظف وأغسل وأغير ملابسي. بارك الله فيك يا أسامة. محمد صلاح. نعم أستاذ. اقرأ السؤال يلا وجاوب. إذا تسخر فإنني أغسله بالماء. قاتل يا محمد. بارك الله فيك. اللي فتح الماي خلاص. سكر الماي. سكر الماي يا عبد المحسن. اقفل يا عبد المحسن. اصحى فات.
اقفل يا عبد الباسط. يا عبد الباسط. لا بدي عايشة فين مش عارف من دوتي. طيب يا أبطال، في نهاية هذا الدرس تعلمنا عدة أشياء. في نهاية هذا الدرس تعلمنا عدة أشياء. اللي عليه الدور أمير. نعم. بماذا تنظف أسنانك؟ هذا ما يخير في أفوس. بالليل أنت بتنظفها بأي يعني بإيه؟ فرشة معجون. طيب يا أمير، لازم تحرص على المعجون حتى لا تتسوس أسنانك ولا تأكل حلوى كثيرة. جزاك الله خير. عبد الرحمن. يا عبد الرحمن. أستاذ نعم. إذا اتسخت ملابسك ماذا تفعل؟ أحطها بالغسالة. أيوة بارك الله فيك، جزاك الله خير. خالد القرعاوي. هل تعرف ماذا نفعل بالسواك؟ نعم، ننظف أسناننا. ننظف أسناننا به، جزاك الله خير. عبد العزيز. نعم أستاذ. ماذا نفعل بالفرشاة والمعجون؟ نغسل أسناننا. بارك الله فيك عبد العزيز. عبد الله. نعم. الولد هذا يقول بطني يؤلمني، لماذا؟ لأنه ما غسل يدينه وأكل ويده متسخة. وأكل يده متسخة. ما شاء الله يا عبد الله، صح معايا شاطر. عيسى. نعم أستاذ. الصورة الأولى خطأ، لماذا؟ لأن أظافر طويلة. وماذا أيضا تحتها؟ وسخ. وسخ وجراثيم تضر المعدة. إذا نقص الأظافر من الفطرة، أن نقص أظافرنا، يعني من السنة أن نقص الأظافر كل أسبوع. تقص أظافرك وتغتسل غسل الجمعة، بالإضافة إلى أن تغتسل في الأيام الأخرى إذا أردت، إذا كنت وجدت نفسك تحتاج إلى الغسل. سعد. يا سعد. سعد. مع السلامة أستاذ. مين اللي قال مع السلامة؟ ماشي. اي عبد الاله. مالك يا عبد الاله؟ سعد. يا سعد. نعم سعد. بماذا تنظف شعرك؟ سعد انت بتنظف شعرك بايه؟ شامبو. وايه كمان؟ شامبو بس. ماي. وماي، بارك الله فيك. محمد الشهراني. نعم. تعلم لماذا تسوست اسنان هذا الولد؟ خطا. لماذا تسوست؟ لماذا؟
ما استوقت. ما تسوق. وأيضا هناك سبب مهم يجعل الأسنان تتسوس. تعرف اشرب حليب. ها؟ اشرب حليب. أيوه، ما يشرب حليب فيؤدي إلى ضعف الأسنان، ويأكل حلوى كثيرا فيؤدي إلى تسوس الأسنان. جزاك الله خير. عبد الإله، يا عبد الإله، الولد اللي يديه متسختين هذا لو أكل ماذا سيحدث له؟ الجراثيم في يده. الجراثيم في يده؟ لو أكل، لو أكل يده بتصير متسخة وبطنه بتعوره. أيوة، بطنه ستؤلمه لأن سينتقل إليها الأوساخ والجراثيم. الصورة الثانية يا أسامة، أسامة الصانع. الصورة الثانية، هذا الولد ماذا يستعمل؟ مسواك. لماذا؟ عشان يصير أسنانه زينة. بارك الله فيك. هناك حديث قلناه عن فضل السواك، من يستطيع أن يقوله؟ من حفظه؟ أو من؟ مين؟ تفضل يا خالد الدراوي. أنا ركان. طيب استنى يا ركان، تفضل يا خالد. بسم الله. السواك، ده حديث عن السواك يا خالد. تفضل يا ركان. تفضل يا ركان. لأن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا هو الحديث الذي يوجد أمامنا الآن. أهو، لولا. تفضل يا عبد الإله. لولا أن أشق، لولا أن أشق على بالسواك عند كل صلاة. لا، لولا أن أشق على أمتي. أمتي أمته يعني المسلمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم المسلمين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه؟ عند كل صلاة. عند كل صلاة. استنى المايك. استنى عيسى. اتفضل يا عيسى. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاتهم. عند كل صلاة. تفضل يا أسامة. تفضل يا أسامة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك كل صلاة. عند كل صلاة. عند كل صلاة. بارك الله فيك يا أسامة. بنت أنا عاوز يقول. منصور سامي. تفضل يا منصور. تفضل يا منصور وبعد عبد العزيز. أستاذ. تفضل يا منصور. صلى الله عليه وسلم. عادي. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم. أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جزاك الله خيرا يا منصور. تفضل يا عبد العزيز. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جزاك الله خيرا يا عبد العزيز، ممتاز. أنا أستاذ خالد. تفضل يا خالد. لو
لولا أن أشق على أمي أمتي أن لا أمرتهم بالسواك من عند كل صلاة. جزاك الله خيرا يا خالد، أحييك أنك عندك عزيمة تحب التنافس. لولا أن أشق على أمتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه هو مش عاوز يتعبنا كان قال لنا كل صلاة لازم تستخدم السواك. هذا دليل على أهمية السواك في استخدامه في نظافة الأسنان. إلى هنا يا أبطال، نلتقي بعد 5 دقائق إن شاء الله في الحصة القادمة. بعد 5 دقائق برعاية الله.